المهمات الصعبة تحتاج أساطير، والأسطورة دائما جاهزة، الساموراي الياباني نيسان جي تي آر 2016، ولكن نسخة معدلة حصرية ما لها مثيل تعود ملكيتها لنيسان الشرق الأوسط اللي أنا معاهم اليوم في مركز التطوير والتدريب في جبل علي. أنا وظيفتي اليوم أني أخبركم عن السيارة أكثر ووصلها للمكان المناسب اللي حتصير فيها المهمة الصعبة لنيسان جي تي آر. تحت غطاء المحرك الكربون فايبر هذا موجود محرك خطير اسطوري اللي هو بلوك ماكينه الجي تي ار نفسه الفي ار 38، ولكن صار عليه ستروكر كيت من جريدي 4.0، يعني بدال 3.8 صار 4.0. ايضا عليه توين توربو ايضا من جريدي ار اكس 1200. طبعا بالنسبه للمحرك القوه الحصانيه 1380 حصان، والعزم بيكون 1350 نيوتن متر. طبعا هذه الارقام الرسميه للسياره، بالاضافه انه هاي الارقام طلعت بمساعده النو سيستم او نظام النايتروس، بالاضافه لفيول سيستم خاص مطور. هاي السياره تم تعديلها في اليابان خصيصا، وكل القطع عليها يعني في بيت اهلها تم تعديلها باليابان. اوكي، والاشياء التقليديه اللي تعودت عليها باي سياره درفت، انجل على السياره، تخفيف وزن، وزن السياره 1480 كيلوغرام، عليها وايد بودي كيت ان اتاك من نيزمو ايضا خاص بالسياره، تخفيف وزن كامل، كربون فايبر بكل مكان، فندرز بونيت، دبه خلفيه، ايضا ابواب السياره، حتى على صعيد الزجاج تم التخفيف، الزجاج الجانبي هو مو زجاج فعلي، هو عباره عن فايبر جلاس، فيعني تخفيف وزن خيالي. بالنسبه لتواير السياره او اطارات السياره هي من شركه تويو، مخصصه لهي السياره اللي عندها مهمه صعبه، الاطارات نفسها 285 35 بالنسبه للامام على جنط 19، اما بالخلف بيكون 285 30 على جنط 20. من الإضافات أيضاً السيارة عليها إكزوست سيستم معدل لهالمهمة الصعبة. تعال 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 شوف السيارة من الداخل. السيارة طبعاً من الداخل أيضاً معدلة بالكامل، تخفيف وزن، ريكارو سيتس، عندكم العدادات المطلوبة لأي سيارة درفت، بالإضافة لعدادات إضافية عشان تقيس السرعة، تقيس الأنجل الموجودة في السيارة، لأنه عندنا مهمة خطيرة. أوكي، رول جيج كامل، عندكم دبة النوس موجودة بالخلف، السيارة دفع خلفي ما عاد دفع رباعي خلاص. الجير طبعا عندك جير عادي مع كلتش اللي هو سيكونشال جير، خلينا نحكي بالمصطلحات الأصح. هذا الجير عندك أول جير بتحطه بكلتش، بعدين خلاص عندك سيكونشال، وطبعا الهاند بريك الموجود. والآن أنا تأخرت صراحة بس لازم أمشي. إلى ماساتا كواباتا، أنا جايك في الطريق. An hour. Adrift at 30 degrees. The machine and the pilot become one. Winning, winning is in our DNA. ومع هالأسطورة جي تي آر حقق ماساتا كواباتا سائق الدريفت المحترف رقما قياسيا جديدا، درفت بزاوية أكبر من 30 درجة على سرعة بلغت
304.96 كيلومتر بالساعة.